اكوردنج لل لليوز او اكوردنج للانسترومنت حاجه اسمها بانش بايوبسي، وقلنا دي بتستخدم في السكين راشز، او قلنا بتستخدم في البون ديزيز. تمام، السكين راشز لو بيشنت جالي عنده، لو بيشنت جاي عنده حكه او عنده مولز، دي اللي هي المولز دي اللي هي اللي عارفين مش جرب، لا يعني بيبقى حاجه زي الايه ريدنس كده على السيرفيس اوف التيس، تمام، على السيرفيس اوف السكين، تمام. وانا اخد بالي ان ممكن يكون حصل، او يعني شكلها مخيف شويه، ان حصل ديسبلاستيك تشينجز او يكون حصل فيها ديسبليجيا، تمام. فبالتالي بعمل انجكشن ل لوكال انستيك ايجنت، وبعد كده بعمل ان انا باخد بعمل بانشنج كده في المكان ده، واقوم قصص الحته دي واخدها واعمل لها بايوبسي او افحصها تحت الميكروسكوب. اخر بايوبسي اكوردنج لي سيرفيس اكوردنج للانسترومنت يوزد هي السيرفيس بايوبسي. طيب ايه السيرفيس بايوبسي دي؟ قلت لكم عليها برضو، قلت لكم ان دي المتخصص او الدرماتولوجيست هو اللي بيعملها، تمام، ان هو بيشيل جزء من السكين ديزيز ده، دي يعني السكين ده شايفين حاصل فيها ديزيزنج او حاصل فيها في شكل كده تحسوه زي مش زي التقرحات او زي السور ده، تمام. فبالتالي احنا بنشيل الاريا اللي ممكن يكون حصل فيها ديسبليجيا او شك ان حصل فيها سسبيشس اوف كارسينوما ديزيز سكين، دي بناخدها نفحصها، اسمها سيرفيس بايوبسي، وده اللي انا بعمل سكرابينج للديزيزد اريا، تمام، او الالسراتد اريا، شايفين هنا شكلها عامل ازاي، عامل لها شيفينج، بيقصها او بنحتها كده بيكحتها. طيب انا خلاص وديت العينه بتاعتي، خدت العينه بتاعتي وكتبت عليها التعليمات كلها، وكتبت عليها الانفورميشن بتاعت البيشنت والكلينيكال دايجنوزز وكل ما يخص الديسكريبشن بتاعي اللي انا شاكك فيه، تمام، والديفرنشال دايجنوزز، وديته المعمل. المعمل المفروض هيعمل لي ريبورتنج ويجيب لي العينه. خلاص جاب لي، عمل لي ريبورت، تمام، وجاب لي الريبورت عشان اشوف نتيجه العينه اللي انا بعتها له، فاما تبقى بوزيتيف او نيجاتيف. اول حاجه لو هي بوزيتيف اكيد يعني ده معناه ان في كرايتيريا اوف مالجنسي في الخلايا، تمام. طب لو هي نيجاتيف يعني ده معناه ان مفيش مالجنسي موجوده في الخلايا خالص، تمام. طيب في حاجتين تانيين ممكن يكتبهم لي المعمل، ممكن يكتبهم لي، ممكن يكتب لي ان العينه مش واضحه، التفاصيل بتاعتها مش واضحه، حصل ليها ديستورشن، تمام، او ان هي سكانت يعني مش واضحه كده وباهته يعني، تمام. فبالتالي ان انا لازم اخد سكند بايوبسي، وان في شك عشان لازم اخد سكند بايوبسي عشان يقدر يطلع لي نتيجه واضحه. طيب تاني حاجة اللي ممكن يحصل ايه؟ ان يحصل suspicious شك، يعني هم شايفين حاجات ممكن يحصل لها قدام clinical او features of malignancy، ممكن بعد كده تقلب لمالجنت، تمام. فبالتالي البيشنت ده لازم افضل اعمل له فولو اب باستمرار عشان اشوف هل حصل ديفيجن في السيلز ولا لا. زي ما احنا شايفين دي خلايا arranged normally، شايفين الخلايا مصطفى طبيعي جدا، فدي نورمال سيلز. دي بقى هاب هازاردلي ارينجد او راندم راندملي ارينجد سيلز، فده معناه ان دي اب نورمال سيلز. كده احنا خلصنا الشرح بتاع اللي يخصني، تمام، وهخش لكم دلوقتي سريعا بقى اشوف يعني اوضح لكم بقى الجامعه بتاعتكم او جامعه بغداد بتقول ايه في الشرح اللي احنا قلناه ده، او يعني هي شارحه باستفاضه وشارحه حاجات مش عارف يعني، هي ما اعتقدش ان هي هتبقى هتساعدكم كتير او هتلزمكم كتير، بس احنا لازم نشرح اللي موجود. اوكي، معانا الجزء بتاع جامعه بغداد او الجزء اللي هم بعته لكم بيشرحوا لكم او اللي احنا هيجي منه، هنتكلم سريعا كده ومش هنطول لان احنا شرحنا معظم الحاجات اللي احنا عايزينها، بس سريعا هي موجوده فين هنا. طيب طبعا هو بيقول لك يعني ايه سيرجيكال باثولوجي، تمام، إيه هو تخصص اللي هو بيتعامل مع الامراض، تمام، وبيعمل لها مايكروسكوبيك اكزامينيشن
تمام، عن طريق البيوبسي اللي متاخده بالسيرجن او بالجراح او بالطبيب. طيب ايه دور ايه دور الكلينيشن؟ تمام، دوره ان هو يعمل جود اكزامينيشن، ان هو يشخص كويس، جود كلينيكال اكزامينيشن، ان هو ياخد كيرفول هيستوري من البيشنت. حلو، وعلى الاقل لو يقدر ياخد ديفرنشال دايجنوزيس، يعني يقدر يحدد هو شاكك في ايه، ممكن يكون الليجن ده. تمام، ويبعت ليتر للباثولوجيست، للمتخصص بتاع الباثولوجي. تمام، ويكتب له كل طبعا معلومات البيشنت والكلينيكال اكزامينيشن والهيستوري والمعلومات الشخصيه بتاعت البيشنت. تمام، دور الباثولوجيست بقى ان هو يوصل لديفينيت دايجنوزيس، بيبعت للبيشنت او يبعت للكلينيشن الريبورت اللي هيكون فيه النتيجه. طيب يعني ايه سبيسمن؟ قلنا ان هو ده الجزء اللي احنا بنقطعه من التيشو عشان نعمل له ناخد عشان نفحصه تحت الميكروسكوب، او نتعرف على الهيستوباثولوجي بتاعه. يعتبر هي نفس معنى البيوبسي. طيب قلنا يعني ايه بيوبسي اصلا؟ معناها ان احنا بنشيل ريموفال اوف التيشو فروم ليفينج انديفيدوال، تمام، عشان نعمل لها دياجنوزيس بايه، ونتعرف على الهيستو باثولوجيكال اكزامينيشن بتاعها. حلو، وان ان ان البيوبسي ذات نفسها مش ريستريكتد بس ان انا اعمل دياجنوزيس للتيومرز، لا انا ممكن افرق ما بين تو ليجنز، صح، ممكن اعرف منها البري كانسر ليجن، ممكن عايز اعرف ليجن موجود عندي، عايز وانا عارف ان هو مش مالجنانت ليجن، بس عايز اعرف ايه طبيعه الليجن ده، الان نيوجوال ليجن ده. تمام، وعلى فكره مش كل الليجنز بيبقى ليهم يا شباب سبيسيفيك مايكروسكوبيك ابييرنس، يعني مش لازم لما اشوف ليجن تحت الميكروسكوب خلاص اعرف ان دي مثلا اعرف ان دي ليبوما، فاهمني؟ مش لازم لما ابص تحت الليجن تحت الميكروسكوب على ليجن معين يبقى ليه ميكروسكوبيك ابييرنس متعرف عليه من كل الناس، لا، ممكن تبقى اكتشفت حاجه لاول مره، او ممكن تكون اكتشفت حاجه وملهاش شكل ثابت، يعني حاجه ما تكونش خطيره يعني، فاهمني، بس ملهاش شكل محدد. حلو، لذلك الديفينيت دايجنوزيس مش كل مره بقدر يعني اقدر يعني مش كل مره بحصل على ديفينيت دايجنوزيس من الريبورت اللي بيجيبه لي الباثولوجيست. حلو، بس بعرف هل في بوزيتيف ولا نيجاتيف، هل في مشكله في ممكن تسبب لي مالجنسي بعد كده، هل في سسبيشس ان ممكن الخلايا دي تتحور بعد كده وتبقى مالجننت فخاف منها ولا لا. طيب ايه قلنا انواع البيوبسيز اكوردنج للسايز؟ قلنا ان في نوعين، الانسيجنال والاكسيجنال، وقلنا ان ده باخد الانسيجنال ده بيبقى كبير وباخد منها بس، بعمل سامبلينج باخد منها جزء بس. حلو، وممكن لو هو لارج كده ممكن اخد من مالتيبل سبيسز. قلنا الاكسيجنال ده ان انا باخد الانتاير ليجن بشيله كله. حلو، وبشيل معايا ريم من النورمال تيشو، بشيل جزء من النورمال تيشو عشان تو بي دايجنوز، وفي نفس الوقت تو بي ثيرابيوتيك، او ان ده علاج، لان احنا بناخد ايه، بناخد الليجن كله، فانا عالجته وفي نفس الوقت خدته اعمل بي دايجنوز. طيب الكلاسيفيكيشن اكوردنج للانسترومنت اللي احنا مستخدمينها في البيوبسي دي، ممكن قلنا تبقى كوتري او كون او كور نيدل او فاكيوم والاندوسكوبيك والبانش والسيرفيس. وقلنا ان الكوتري، قلنا ان الكوتري ده هو اقل حاجه بتستخدم فيهم، تمام، لان ممكن يعمل لي ديستورشن للتيشوز. تمام، وقلنا الكون ان انا بشيل جزء من التيشوز على شكل سلندريكال او كون. حلو، وبيستخدم مع السيرفايكال كانسر، بيستخدم شكل دائري كده، بنقطع الجزء اللي ديزيزد ده وناخده نعمل له فحص، واندر اليومينيشن وماجنيفيكيشن، تكبير و اناره. تمام، الكور دي قلنا الكور دي يعني كور معناها حاجه مفرغه، صح، معناها سمول هولود نيدل، يعني نيدل مفرغه بتخش تاخد لي ايه، ترموف سامبل او تاخد كور. حلو، وبتبقى ليها كاتد، بيبقى ليها كاتنج تيب، وبيبقى ليها سبرينج لودد جن. السبرينج لودد جن ده بيخليها ان هي تاخد كذا سامبل في نفس الوقت، صح. قلنا هنا ان انا الفاكيوم اسيستد ده نوع من انواع البيوبسي اللي بيستخدم، ان هو بيستخدم معاه ساكشن، صح، قلت لكم كل اللي عايزكم تعرفوه ان هو بيستخدم ساكشن. تمام،
وبيبقى فاكيوم ديفايس، ودي ميثود بتاخد لي كذا عينه بنفس النيدل، صح؟ وقلنا بنستخدمها في البريست كانسر عشان بناخد من كذا مكان في البريست عينه عشان نتاكد هل في مشاكل ولا لا. الاندوسكوبيك قلنا ده ان هو زي في جراحه المناظير بيبقى عباره عن اندوسكوب اللي هو المنظار ده، بيبقى فايبر اوبتيك كابل عشان يجيب يعمل لي فيوينج انسايد البادي، حلو. وده بيبقى انسيرتد في داخل البادي ومعاه السامبلينج انسترومنت اللي هتعمل لي كات، او هتعمل لي كات في التيشوز عشان اخد البيوبسي. طيب ايه هي البانش؟ سادس نوع قلنا البانش دي ان احنا بنقطع في السكن لو في سكن راشز احمرار او اريثروبلاكيا كده او مولز او تقرحات، صح؟ قلنا ان احنا بندي انستيزيا وبنخش انجكت، وبعد كده نخش نعمل بانشنج وناخد نعمل اكسيجن للجزء الراشد ده او الريدن اللي فيه ريدنس، ناخده نفحصه. السيرفيس بايوبسي قلنا ان ده بيعمله ديرماتولوجيست، صح؟ وقلنا ان هو بيعمل سكرابنج للسيرفيس اللي يكون فيه، بيعمله زي شيفنج كده يا شباب، قلنا زي كانه بيشيل بموس كده حاجه كده فيها تقرحات او كده او تيومر يعني، تمام؟ بيشيل الجزء ده الديرماتولوجيست، وببقى شاكك او يعني بيستخدم ان كيس اوف لو انا عندي داوت ان دي كارسينوما او كانسرس تيشو، بياخده يفحصه. قلنا ايه الرولز بتاعه البيوبسي، تمام؟ ايه الرولز اللي انا المفروض اخدها اثناء ما انا وانا في البروسيجر بتاعه البيوبسي؟ قلنا في شويه رولز، صح؟ قلنا ان اللارج ليجنز او الليجنز الكبيره، تمام، لازم اخد مالتيبل بايوبسيز زي ما انا قلت لكم اثناء ما انا بعمل انسيجنال بايوبسي لللارج ليجن، لازم اخد من كذا مكان. وقلنا بناخد من ايه؟ قلنا بناخد من نورمال للديزيز، صح؟ عشان ايه؟ تو افويد الامبلانتيشن او افويد ان يحصل انفلتريشن او ان الليجن يحصل له سبريد، صح؟ ايه تاني؟ قلنا ان الالسريتد قلنا ان الالسريتد تيومرز، تمام، لو عندي ألسرز، تمام، البيوبسي اوف التيومر البيوبسي اللي انا باخدها من ان كيس اوف ألسريتد تيومر المفروض تبقى، لو عندي اسف، لو عندي ألسريتد تيومر في الغالب بيبقى السنترال اريا او السنترال ليجن، السنترال اريا بتاعتها بتبقى ألسريتد يا شباب، حلو. فبتبقى السنترال اريا ألسريتد وبيبقى فيها نكروزز. نكروزز يعني ايه؟ قلت لكم ديد سيلز، وانا ما ينفعش اخد ديد سيلز، صح؟ اعمل بيها ايه؟ مش هيبقى فيها اصلا اي كاركترستيك فيتشرز للديزيز ده او ابنورمال سيلز، هتبقى خلايا ميته، حلو. يبقى المفروض ان انا ان كيس اوف ألسريتد تيومرز المفروض اخد جزء من البريفري، تمام، يبقى ديزيز وجنبه جزء نورمال، اخدهم اعمل لهم بايوبسي، حلو، عشان اعرف اعمل لهم يعني مايكروسكوبيك هيستوباثولوجي. طيب زي ما احنا قلنا اهو ان البايوبسي اللي بتتاخد من السنترال اوف الليجن ان كيس اوف ألسريتد لارج تيومر بتبقى السنتر ده بيبقى فيه ديد سيلز، والديد سيلز دي ما بتوضحش اي كاركترستيك فيتشرز، تمام، لانها خلايا ميته يعني غير حيه، فبالتالي مش هتديني اي فيتشرز. لكن لازم اخد البيوبسي في الحاله دي من البريفري وتبقى كونتيننج نورمال وديزيز تيشو. طيب البيوبسي لازم تبقى قلنا ديب انف، صح؟ عشان تبقى جايبه لي جزء من الابيثيليوم وجزء من الستروما او الكونكتيف تيشو، صح؟ لازم تبقى انكلود الستروما نوت الابيثيليال اونلي، تمام. من كيس اوف كارسينوما لو عملنا كاتنج لشالو ستروما، تمام، هيحصل لها ديتشنج من الابيثيليوم، يعني الكونكتيف تيشو هتتقطع عن الابيثيليوم، هاخد الابيثيليوم بس واسيب الكونكتيف تيشو، وانا كده ما وصلتش لدايجنوزس بس برضه. طيب في الديبلي سيتد ليجنز، يعني في الليجنز العميقه جدا، تمام، بيبقى فيها بريفري تيشو رياكشن، تمام. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي ليجن من بره كده، حلو، يبان ان هو فيه انفلاميشن
ويبان ان في بريفرال تيشو رياكشن وهايبريميا وفايبروزيس وكالسيفيكيشن. حلو. فلو جيت خدت البيوبسي، يعني جيت هاخد البيوبسي كده سوبرفيشال كده وهقول ان انا هاخد الجزء الديسيز سوبرفيشالي ده كافي، لا. لو جيت بصيت ديب، تمام، هلاقي ان ديبلي حصل ترانسفورميشن اكتر بكتير من سوبرفيشالي. فبالتالي السوبرفيشال لاير اللي انا خدتها دي مش هتكون كافيه، حلو، ان هي تبين لي الكاركترستيك فيتشرز. فانا لازم اخد لي ديب سيتد ليجن، تمام، ان كيس اوف، او ديب سيتد بايوبسي ان كيس اوف ديب سيتد ليجن، عشان اقدر اتعرف على كل الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الليجن ده. وهو بيضرب مثال على ان كيس اوف الناس اللي بيبقى عندها الليمف نود، ماس في الليمف نود، تمام. فبيقول لك ان الديب سيتد نود دي ممكن يبقى فيها مالجنسي، حلو، والسوبرفيشال نود ممكن يبقى فيها بس نان سبيسيفيك هايبربليجيا. فانت خدت جزء من الايه، من السوبرفيشال لاير، اللاير اللي فوق، حلو، فظهر لك ان انا عندك بس يا دوبك نان سبيسيفيك هايبربليجيا، وما فيش اي كلينيكال او ما فيش اي ساينز او ما فيش اي فيتشرز اوف مالجنسي. بس لو كنت خدتها مور ديب هتطلع لك المالجنسي، او هتشو يو المالجنانت فيتشرز بتاعت المالجنانت تيومر ده. فبالتالي تكون ان انت وقعت في ايه، في الخدعه دي. طيب قلنا ان كيس اوف ان احنا المفروض ما نعملش سكويزنج، صح؟ قلنا المفروض ما ناخدش، ما نستخدمش التويزر، لان التويزر ممكن يعمل لي، لان التويزر ممكن يعمل لي سكويزنج للتيشوز، صح، ويعمل لي ديستورشن للتيشوز. لازم استخدم فورسيبس زي الثلاث انواع اللي قلنا عليهم، ولازم يبقى تبقى ماسك التيشو او السبيسمن ده كيرفولي تو افويد ان يحصل له ديستورشن، تمام، ونحصل عشان تقدر تعمل انتربريتيشن، او ان انت تقدر تعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن للليجن ده وما يبقاش ديستورتد او كيرلينج، حصل له كراشنج كده واتكرمش، تمام. بيقول لك وانس ان انت حطيت البايوبسي في كونتينر، تمام، لازم تحط عليها اديكويت فوليوم من الفيكسر. قلنا الفيكستيف ده بيبقى ايه؟ قلنا الفيكستيف ده بيبقى عبارة عن فورميك، عبارة عن بيبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ بيبقى عبارة عن فورمالين، صح، 10% بفرد فورمالين، 10%، حلو. ولازم يروح للباثولوجيست وما يحصلوش ووشنج ولا سكرابينج ولا يحصل فيه اي مشكله، تمام، عشان ده ممكن يعمل لي ديستورشن للعينه برضو، وان انا مش هقدر اعمل لها اكزامينيشن. هم مكررين حاجات كتير وحشو كتير كده، فاهمني؟ يعني تحس ان هو ملوش اي لازمه، تفضل تقرا 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 عشان تطلع كلمه تقدر تشرحها يعني. طيب في شوية بوينتس لازم ناخد بالنا منهم أثناء البروسيجر أوف البيوبسي، تمام، إن إحنا ما ينفعش نعمل بينتينج للسيرفيس اللي هيحصل له بيوبسي أو اللي هناخد منه بيوبسي بأيودين. وقلنا ليه؟ قلنا الأيودين ده في كلر بيعمل بيرمننت ستيننج للتيشو، صح، ممكن يعمل لي ديستورشن للتيشوز، وإحنا عايزين نحافظ عليها عشان تو بي ريديو، عشان تو بي إكزامند، صح. قلنا ان اللوكال انستيزيا المفروض ما تتحمل، ما يحصلهاش انجكشن دايركتلي في الليجن، لا، لازم تبقى اراوند الليجن على البريفريس، صح. قلنا لازم نستخدم شارب سكالبل عشان نافويد ان يحصل تيرنج للتيشو، صح. قلنا ان ما ينفعش ان احنا نمسك ال بتاع فورسيبس، او نستخدم تويزر مع السبيسمن عشان ممكن نعمل له ديستورشن. وقلنا ان احنا لازم نرموف لازم نرموف البوردر اوف النورمال تيشو اف بوسيبل، صح، نشيل جزء من البوردر، صح، يعني ناخد، قلنا ان كيس اوف السريتد ليجنز او لارج السريتد ليجنز السنتر بتاعها بيبقى فيها ديد سيلز، ودي مش هتفيدني ان انا اعمل اخد الهيستوباثولوجي بتاعهم. فبالتالي بنلجأ للبريفري، بناخد جزء ديزيز وجزء نورمال من البريفري، صح. إيه قلنا؟ بنفكس immediately في 10% buffered formalin،
كنت عمال افكر نص ساعه كده عمال اجيب هو راح فين. يبقى بنعمل فيكسيشن 10% بافرد فورمالين تمام، او 70% الكحول. طب هنعرف دلوقتي خطوات يا شباب البروسيجر بتاعت الباثولوجيست ذات نفسه عشان يقدر يقرا، او يعني من اول ما يستلم العينه لحديت ما يقراها تحت الميكروسكوب هنعرف دلوقتي تمام. بنحط طبعا عليها لاند مارك عشان مكان البيوبسي عشان نعرف المكان اللي هنعمل فيه او الدايركشن اللي هنعمل فيه سوتشرنج. لازم نعمل ليبلنج او ان احنا طبعا نحدد ان العينه دي بتاعت فلان الفلان الفلاني وكل التفاصيل بتاعته تكون موجوده او معمول لها ليبلنج على العينه. قلنا بقى الانديكيشن اوف البيوبسي امتى ان احنا ناخد او نقرر ان احنا خلاص لازم ناخد بيوبسي، ما ينفعش اي حل غير كده. لو اي ليجن استمر اسبوعين بدون ما بدون اي سبب صح، قلنا على طول هناخد بيوبسي. لو اي ليجن فيه انفلاميشن وما بيستجيبش لللوكال تريتمنت اكتر من اسبوعين هناخد برضو بيوبسي. لو قلنا حصل هايبر كيراتوزز وتشينج في السيرفيس تيشو، هايبر كيراتوزز يعني عندي ريدنس لفتره طويله في التيشوز وانفلاميشن وما ما بيحصلهاش ديسكاردنج ما بتختفيش، لا بتفضل موجوده زي ما هي صح. لو عندي تيومر سنس او حاجه شبه يعني حاجه شبه التيومر كده وقاعده لفتره طويله وبالبابول تمام تحت النورمال تيشو تمام وانا مش عارف ايه دي، لازم اخد بايوبسي برضو عشان اتاكد ايه دي. عندي ليجن عندي ليجن عامل انترفيرنج مع لوكال فاكتور صح، وشلت اللوكال فاكتور ومفيش اي مفيش اي تحسن، فبالتالي هو عامل لي مشكله في اللوكال فانكشن في الفانكشن ذات نفسها. البيشنت عنده سويلنج جامد ومش عارف ياكل تمام، والسويلنج ده بقى له فتره طويله وما بيحصلوش هيلينج باي تريتمنت، فبالتالي لازم اخد بايوبسي. بيقول لك يعني ان البول ليجن ما بيحصل لهاش ما بتقدرش تحدد بالظبط من الكلينيكال اكزامينيشن والراديوجراف والراديوجرافيك فايندنجز، فبالتالي هتلجأ ان انت تاخد بايوبسي من البون ده. قلنا كنا بنستخدم بانشر صح، بانش بايوبسي عشان نقدر ناخد ليجن في البون ده اللي عجز الكلينيكال اكزامينيشن والراديوجرافيك فايندنجز ان هي تشخصه، فبالتالي بناخد بايوبسي عشان ناخد ديفينيت دايجنوزز. اي ليجن هيكون ليه كاركترستيك اوف مالجنسي على طول هناخد له بايوبسي. الاريثروبلاجيا قلنا ان يبقى فيه ريدنس او ان يبقى فيه وايت اند ريد باتشز او يبقى فيه سبيكلد ريد ابيرنس على طول هناخد بايوبسي. يبقى فيه ألسريشن في الليجن صح، ويبقى الليجن ده قعد اكتر من اسبوعين على طول هناخد بايوبسي. يبقى حصل رابيد جروث او رابيد جروث ريت للليجن، حصل له جروث يا شباب بطريقه فظيعه. البيشن زي ما قلت لكم جاي لي وبيقول لي مثلا ان الليجن ده يا دوب بس طالع من شهر بس ووشه وارم بطريقه رهيبه، او من شهرين او من ثلاثه وشه وارم بطريقه رهيبه، فده معناها ان في مانيفستيشن او في فيتشرز اوف مالجنسي ولازم اخد بايوبسي على طول. طبعا ان لو في قلنا لو في جيت اعمل مانيبيوليشن او جيت اعمل بالبيشن لليجن معين with gentle manipulation كده، يعني بعمل palpation gently كده فلقيت في bleeding رهيب، فبالتالي لازم اخد بايوبسي. حصل induration في الليجن قلت لكم ان هو يبقى firm to touch، الليجن يبقى firm to touch تمام، وان في fixation ان انت تيجي تحس ان هو attached لل adjacent tissues لما تيجي تمسكه. طيب ايه الانديكيشن للاكسيجنال والانسيجنال؟ قلنا الانسيجنال بايوبسي ان احنا بنشيل جزء بس من الليجن، وقلنا ان هو بيبقى مثلا ليجن كبير فممكن ناخد مالتيبل ايه سامبلد تو بي دايجنوزد صح. قلنا الاكسجنال ان احنا بناخد الانتاير ليجن تمام، بنعمل له ريموفينج تمام، وبناخد جزء من ايه هي يا شباب الدياجنوستيك
سيتولوجي. حلو. دايجنوستيك سيتولوجي دي معناها عارفين الاورال براش سيتولوجي اللي كنت قلت لكم عليها والاكسفليتيف سيتولوجي، تو تكنيكس. قلنا ان احنا كنا بناخد سوبرفيشال لاير، جاست سوبرفيشال لاير، ما بناخدش حاجه من الكونكتيف تيشو وال او الاستروما، صح؟ قلنا ان ليها عيوب وليها مشاكل. هو بيقول لك هنا ان هي لو اتعملت بويل تريند او اكسبيرينسد انديفيديوال هتبقى افكتيف. حلو. بس ليها عده مشاكل، ان هي ان كيس اوف لو عندي بيشنت عنده مالجنسي هي بتديني بوزيتيف سيتولوجيكال دايجنوزيس، ولكن ليها كذا كذا مشكله، ان هي بتعمل لي حاجه اسمها فولس نيجاتيف. حلو. وفولس بوزيتيف. قال لك ان الفولس بوزيتيف ممكن تعدي، لكن الفولس بوزيتيف الفولس نيجاتيف ممكن تعدي، لكن الفولس بوزيتيف ما تعديش. طب ليه؟ لان الفولس بوزيتيف دي يعني انا بقول يعني البيشنت ما عندوش كانسر وانا بقول ان هو عنده كانسر. حلو. فده مشكله في الدايجنوزيس. فبالتالي عارف انت متخيل نفسك كده قاعد رحت عملت عينه وبيشنت قال لك يعني او جالك مريض العياده تمام وخدت له بايوبسي وهو ما عندوش كانسر وجالك الريبورت بيقول ان الراجل ده بوزيتيف، مع ان ده غلط. حلو. مش حقيقي، هو ما عندوش فعلا مالجنسي. وتخيل بقى بعدها بشهر مثلا ولا حاجه او بعدها باسبوعين او رحت غيرت المعمل وعملت عينه تانية ولا حاجه وطلعت نيجاتيف، متخيل رد فعل البيشنت هيبقى عامل ازاي او الصدمه اللي هيدخل فيها البيشنت؟ اللي هو انت قلت لي النهارده ان انت عندك كانسر وجيت بعدها بيومين قلت لي ما عندكش، فدي مشكله كبيره. حلو. طيب ايه هي الفاين نيدل اسبيريشن؟ قلنا الفاين نيدل اسبيريشن ده قلنا بنستخدمها، ده تكنيك بنستخدمه عشان نشخص السيستيك او السيستيك فلويدز او سيستيك ليجنز يعني، او الليجن اللي فيها فلكتويشن او الليجن اللي فيها بالبيشن، صح؟ قلنا زي ايه يا دكتور؟ قلنا زي ال قلنا زي البريبيكال سيست والدنجرس سيست، ودول بيبقى ليهم سيستيك كونتنتس، صح؟ ممكن يبقى ايه؟ قلنا ممكن يبقى ليه استرو كالر فلويد، صح؟ او ممكن يبقى لونه يلوش كده زي الانفكتد سيستس، صح؟ وقلنا ده بيستخدمه مع برضو مع الفاسكولار ليجنز او البالسيتد ليجنز، صح؟ عشان احنا عشان يبقى مور سيف وعشان نتجنب قصه البليدنج دي. طيب هو بيقول لك هنا مميزاته ان احنا اول حاجه بنستخدمه او بيحصل بيتم بفاين نيدل من 6 من 10 ل 9 من 10 مللي. حلو. وقال لك ان هو ان اكسبنسيف، طبعا مش مكلف، هي كل القصه سرنجه ونيدل او سرنجه بس يعني، تمام. وسيف طبعا وكويك، سريع جدا ما بياخدش وقت، تمام. طبعا يعني محتاج يتعمل باكسبيرينسد وركرز عشان يقدر يأدوه بشكل صحيح، ان كيس كمان بالاخص لو في فاسكولار ليجن. حلو. طيب ايه تاني؟ قال لك في نوع تاني اللي هو الاكسفلييتيف او الابريزيف سيتولوجي او الاكسفلييتيف سيتولوجي اللي احنا قلنا عليه زي الاورال براش، تمام، او زي الاكسفلييتيف سيتولوجي اللي قلنا عليه اللي بنعمله بالقطن ابليكيتور يا شباب بتاعت الودان، صح؟ كنا بناخد بيها سكريس، نعمل بيها سكرابينج كده، وناخد سكراب وبعد كده نفردها على السلايد، جلاس سلايد، صح؟ وبعد كده نحط عليها ستين ونفحصها تحت الميكروسكوب. طيب هو بيقول لك ان هي مش سيتولوجي نوت سبستيتيوت بات ان ادجيسنت لسيرجيكال بايوبسي، يعني ما ينفعش لوحدها يا شباب الابريسيف او الاكسفوليتيف اللي احنا قلنا عليها دي، قلنا احنا ما تنفعش لوحدها، لازم تبقى مكمله. حلو. للبيوبسي تانية، لسيرجيكال بيوبسي تانية. هي بتديني فكره عامه بس لان هي بتاخد الابيثيليال سيلز بس، فبالتالي ما بتدينيش ديفينتلي دايجنوزز. مميزاتها ان هي كويك وسيمبل وبينليس، مريحه للبيشنت وللكلينيشن، وبلادلس، صح؟ بتسمح لي ان انا اعمل تشيك اجينست الفولس نيجاتيف بايوبسيز، تمام. هيلبفول في الفولو اب، طبعا قلت لكم في تريتمنت او فولو اب، بدل ما اخد لسه يعني بيشنت كان عنده كانسر وتعالج منه وجاي يعمل فولو اب، ما عايز اتاكد هل في لسه، هل الليجن لسه في مشكله ولا لا، عايز اخد بايبسو من مكان
فاكيد هاخدها باور بلاش براش او باكسفولييتد او اكسفولييتيف سيتولوجي. ليه؟ لان انا مش لسه هفضل امسك سكالبل واقطع وهكذا، عايز حاجه سريعه وايه وتكون كويسه برضه. هي valuable في الفولو اب وفي السكريننج ليجنز. تمام. ايه اللاب تكنيك بقى في الهيستوباثولوجي؟ يعني اللابوراتوري تكنيك، اول حاجه الفيكسيشن. تمام، احنا قلنا بنعمل فيكسيشن ب 10% بافرد فورمالين، وفي انواع تانية طبعا بتعمل لي فيكسيشن بس ده افضلهم. تمام، لانه ان اكسبنسيف وبيحصل له بيقعد وقت طويل بدون ما يحصل له ديستورشن. حلو. طيب طبعا الفيكستيف على الاقل المفروض يتثبت الاقل من الاكتر من 30 دقيقه او 30 دقيقه. تمام، ولو قعد من 24 ل 48 ساعه يبقى كده حصل له اوفر فيكسيشن، وده المفروض يبقى افويدد. تمام. تاني نوع من الفيكسر حاجه اسمها زينكر فلويد. تمام، وده برضو اكسلنت، جيد في الفيكسيشن بس يعني او وان اوف ذا بيست، بس مشكلته ان هو اكسبنسيف طبعا وغالي جدا، وبما ان في حاجه تانية تأدي الوظيفه فخلاص يعني، فاهمني؟ تمام. ومشكلته برضو ان هو فيه ميركوري، والميركوري ده يعتبر سام فمشكله طبعا. تالت نوع من الفيكسيشن او من الفيكستيفز هو الباين فيكستيف. تمام، والباين ده اكسلنت برضو زي الزانكر. تمام، وزي حاجه اسمها تانية بي 5. تمام، بس مشكلته ان هو ما بيقدرش يحافظ على النيوكليك اسيد بتاع العينه ذات نفسها، الحمض النووي. تمام، يبقى بريزرفيشن بتاع النيوكليك اسيدز فيري بور. طيب ايه بقى اللابوراتوري تيشي بروسيسنج؟ يعني ايه لابوراتوري تيشي بروسيسنج؟ يعني جالي التيشو في اللاب او الباثولوجيست جاله التيشو في اللاب وخلاص، هيبدا ايه يبدأ يشتغل على العينة دي. هيعمل أول حاجة إيه؟ أول حاجة هيعمل إيه يا شباب؟ عشان يطلع لي definitely diagnosis، وعشان عشان يقدر يعمل microscopic examination. أول حاجة هيعمل labeling للتيشو، يعني هيحط البيانات على العينة اللي هو جايبها اللي أنا بعتها له. تمام؟ يعني بيانات المريض كلها. حلو؟ بعد كده هيعمل fixation، يدخل في عملية الفيكسيشن في الفيكسيشن بروسيس. حلو. الفيكسيشن بروسيس دي انا قلت لكم بايه؟ بفورمال دهايد، بفورمالين، انا اسف، ببفرد فورمالين 10%. صح، بيعمل بريزرفيشن للمورفولوجيكال والكيميكال كاركترستكس بدون ما يعمل ديستورشن للتيشوز. تمام، فبالتالي بيساعدني ان انا اوصل لاكيد الدياجنوز. خلاص عملنا فيكسيشن للعينه اللي معايا، بعد كده بحتاج اعمل حاجه اسمها دي هايدريشن. يعني ايه دي هايدريشن؟ يعني ان انا بنشف او بجفف العينه بتاعتي بالكحول، واحط السبيسمن في حاويه من الكحول. تمام، فبالتالي بعمل لها دي هايدريشن، او ان انا بجففها من الووتر كونتنت، بيبقى جواها ووتر في شكل فري او باوند فورمز. تمام، بعد ما نشفنا او عملنا دراينس او دراي او دي هيدريشن للعينه، بحتاج اعمل لها حاجه اسمها كليرنج يا شباب. يعني ايه كليرنج؟ يعني كليننج، يعني ان انا بعد ما نشفتها اعمل لها كليننج، انضفها بقى. تمام، من الكحول اللي موجود. ليه؟ لان يا شباب بعد خطوه ان انا عملت لها دي هيدريشن نشفتها، المفروض احطها في واكس، احطها في شمع. حلو، فانا عشان احطها في شمع لازم خطوه، او لازم الشمع ده اللي انا هحطها فيه ما بيحصلوش خليط، ما بيلتصقش او ما بتخلطش غير مع حاجه واحده بس اسمها زيلين. حلو، انا عايز ماده تقبل ان هي تتخلط مع، او ان يحصل لها امبيدنج مع ال يحصل لها امبيدنج مع الواكس. تمام، فبالتالي دوروا على ماده اسمها الزيلين. الزيلين ده بيحصل لها امبيدنج، او يحصل لها يعني يحصل لها امتزاج مع الالكحول والواكس. ازاي الكلام ده؟ احنا كان ممكن نطلع
العينه من الكحول اللي عمل لها دي هيدريشن، نقوم حاطينه على طول في الواكس. حلو، بس مشكله الكحول او مشكله قصدي الواكس ذات نفسه ان هو ما بيمتزجش مع الكحول. فانا عايز مركب وسطي، المركب ده يكون بيمتزج مع الكحول وبيمتزج مع الواكس. فدوروا على الزيلين. يبقى احنا طلعنا المركب من الكحول حطيناه في الزيلين، بعد كده عمل كليننج للمركب للعينه الزيلين ده، بعد كده قمنا حاطينه في الواكس. حلو، ده عباره عن مولتن واكس، بنعمل امبيدنج للسبيس من جوه. حلو، وبعد كده بنحطه على سطح بارد. حلو، فبالتالي بيكون ايه، بيكون جواه او بيكون ماسك جواه ايه، بيكون ماسك جوه السبيسمن ده، بيبقى فيه مركب الزيلين ماسك الكحول والواكس مع بعض في نفس المركب او نفس البلوك. حلو، اول ما حطيناه في حاجه بارده او على سطح بارد، الواكس ده تجمد على العينه. حلو، فبقت العينه جاهزه ان انا اعمل لها ابشرها يا شباب، او ان انا اخد بقى عندي بلوك من الواكس كده جاهز ان انا اعمل له حاجه اسمها مايكروتومي. يعني ايه مايكروتومي؟ يعني ان انا باخد شرايح كده، سيكشنز من ايه، سيكشنز من البلوك اللي معايا او في الواكس، وجواه السبيسمن والالكحول والزيليتون. حلو، يبقى المايكروتوم ده حاجه بتعمل زي السكينه كده، بتبشر الواكس اللي جواه السبيسمن، تمام، عشان يبقى جاهز ايه يحصل له بعد كده. الحتت الواكس اللي شرايح اللي اتسحبت دي بيتحط عليها ستين، تمام، تحط عليها تتحط على جلاس لاب ويتحط عليها نقطة ستين وتتفحص على طول. يبقى احنا هنلخص القصة دي، قلنا ان احنا اول ما يجي لي او ما تيجي الباثولوجيست العينة يعمل لها ليبلينج ويكتب المعلومات كلها عليها، بعد كده يحطها في فيكستيف، وقلنا ده عبارة عن فورمالين 10%، بافرد فورمالين 10%. حلو، بعد كده ما تطلع من الفيكستيف تتحط في الكحول عشان يعمل دي هيدريشن او يعمل لها يجفف العينة، صح، من الووتر كونتنت اللي جواها، الكحول او ايثانول، تمام. بعد كده طلع العينة من الكحول، هنحطها قلنا في زيلين، صح، قلنا لان الزيلين بيسمح ان يحصل ميكسينج او يحصل ميزابل للكحول والواكس على العينه، صح. فبعد ما طلعناها من الزيلين اللي عمل كليرنج او نظف كليننج للسطح بتاع العينه، تمام، قمنا حاطينه في واكس، تمام. الواكس ده عمل ايه؟ الواكس ده خلالي بقى عندي بلوك من الواكس، تمام، العينه سايحه في بلوك من الواكس، البلوك من الواكس دي عملت ايه؟ البلوك من الواكس دي بقت عامله ايه؟ بقت خليت سمحت لي ايه؟ ماشي يا عم، ماشي ماشي.
يبقى يا شباب يبقى يا شباب بعد ما عملنا يبقى يا شباب اللاب تيشو بروسيسنج، العملية كالتالي: الباثولوجيست استنى الارتكل يجيله والعينة. أول حاجة استلم العينة، عمل ليبلنج للتيشو وكتب معلومات المريض عليها، بعد كده عمل فيكسيشن للعينة فيكسيشن للعينة، حطها في فورمالين بافرد فورمالين 10%، حلو. بعد كده طلعها من الفورمالين، حطها في الكحول، الكحول ده عمل او الايثانول ده عمل لي كومبليت ديهايدريشن لل ووتر كونتنت اوف التيشوز. بعد ما طلعها من الكحول حطها في زيليتول، تمام، ده عمل لي كليرنج لايه، عمل لي كليرنج او كليننج للعينه، حلو، لان قلنا الزيليتول ده بيمتزج مع الواكس وبيمتزج مع الكحول، فهو مركب وسطي انا محتاج استخدمه هنا. بعد ما طلعناه من الزيليتول حطيناه في الامبيدد، عملناه امبيدنج في مولتن واكس، وبعد كده حطينا البلوك، حطينا المولتن واكس ده حطيناه في ريفريجنريتد او على كولد سيرفيس عشان يحصل له سوليديفيكيشن. بعد ما بقى بلوك كده من الواكس، خدنا البلوك بتاع الواكس ده وعملنا له عملية اسمها مايكروتومي، يعني ان احنا عملنا له سيكشننج، وبالتالي التيشوز كانت امبيدد جوه البلوك ده واتعمل لها سيكشننج، بقت عبارة عن شرايح. الشرايح دي خدناها حطيناها على سلايد او جلاس سلايد، وبعد كده حطينا عليها نقطة ستين ايا كانت بقى، هيماتو زايلين او زين او سبيشال ستين ايا كان نوعها، وفحصناها تحت الميكروسكوب. طيب ايه هي انواع السبيشال ستينز دي؟ مش مهم عليكم قوي يا شباب، انتوا بس تعرفوا فكره كده عن في انواع كتير طبعا من الستينز. اكتر حاجه هي حاجه اسمها بيريوديك اسيد شيف اللي هو بي اس ستين، ودي اكتر حاجه بتستخدم مع الفانجاي البارازايتس. طيب في ستينز لمايكرو اورجانيزم مخصصه، تمام، في ستينز للامايلويد اسمها امايلويد ستينز، دي ديتكت الامايلويد، وفي ريتيكولين ستينز، ودي ستينز مخصصه بتعمل ديمونستريشن للريتيكولار فايبرز، حلو. وفي ستينز تانية زي الهيموسيدرين، الهيموسيدرين دي في ستينز تانية زي الناتشرال ليبيدز والميوسين ستينز. انتوا تعرفوا اسماء وتعرفوا لو في حاجه زي الميوسين مثلا، دي بتستخدم مع الهايلي اسيدك تايبس من الـ من الاورجانيزمز مثلا او من السيلز. مثلا الاميلويد ستينز تستخدم تو ديتكت الاميلويد، حلو. البي اي اس دي تستخدم مع الفنجاي والبارازايتس، ان في لكل مايكرو اورجانيزم المفروض فيه ستين مخصصه. طيب بعد كده هندخل على الاميونو هيستو كيمستري. يعني ايه اميون هيستو كيمستري؟ دي عباره عن ميثود او طريقه معينه، تمام، بتعتمد او بتديتكت الانتيجين، تمام، في الخلايا، تمام، عن طريق ايه او معتمد على ايه؟ بتستغل حاجه اسمها انتيجين انتي بودي بايندينج، او بتستخدم الخاصيه او البرنسبل اللي بيقول ان الانتي بودي بيبايند للانتيجين الخاص بيه، حلو، في البيولوجيكال تيشو، حلو. فهي بتعتمد بقى الخاصيه دي ان هي تبليس ماركرز في شكل انتي بوديز، فبالتالي تروح تعمل بايندينج للانتيجين الشبيه ليها او الخاص بيها، حلو. ايه معناه الكلام ده؟ معناه ان مثلا ان الاميونو ان الاميونو الاميونو هيستو كيمستري دي، تمام، بتطبق الاميونو لوجيك برينسيبلز، تمام، اللي احنا قلنا عليها اللي هي البايندينج للانتيجين انتي بادي بايندينج، دي خاصيه الانتيجين انتي بادي بايندينج، وتكنيكس تانية عشان تعمل ديمونستريشن للمولكيولز في الخلايا وفي التيشوز تحت الميكروسكوب، حلو. عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق ان هي بتستخدم ماركرز، الماركرز دي تبقى بديلة للانتي بادي، فبالتالي تخش الجسم او تخش على العينة تتحد بالانتيجينز اللي موجودة، فتعرفني ايه نوع الانتيجين ده. طيب ايه هي بقى الماركرز دي يا دكتور؟
في انواع ماركرز كتير. اول ماركر حاجه اسمها الاكتين، حلو، وده بيبايند لي السمول سيلز او بيتعرف على السمول ماسلز سيلز، تمام، والمايوبلاس. في ماركر تاني اللي هو الالبيومين، تمام، وده بيكون وان هاف اوف البلاد سيرم بروتين. زي ما احنا عارفين الالبيومين بيكون طبعا نص البلاد سيرم بروتينز، او يعني بيكون نص البلاد سيرم بروتين، حلو، وبيأكت از ماركر للهيباتوسيلولار والهيباتويد كارسينوما، حلو، بنستخدمه ان كيس اوف هيباتوسيلولار وهيباتويد كارسينوما. في ماركر تاني اسمه بي 53، تمام، وده كومون او بنستخدمه اكتر في ان كيس اوف جيناتيك التريشن، يعني التريشن في الهيومن تيومرز، تمام، الناس بتبقى حصل عندها تيومرز بسبب تغير في الجينات، تمام. في جين تاني اسمه او في ماركر تاني اسمه اس 100 بروتين، تمام، وده بيستخدم مع التيومرز، مع تو تيومرز اللي هم البريفرال نيرف تشيس والميلانوسيتيك تيومرز، تمام. وفي الديزمين ماركر، تمام، وده ماركر بيستخدم مع السموث ماسلز والسكليتال ماسلز تيومر. وفي سي دي 34 وده ماركر، تمام، بيعمل ستيننج للنورمال والنيوبلاستيك اندوثيليال سيلز، تمام، فبالتالي بيستخدم مع السولاتري فايبرس تيومرز. بصوا يا شباب، الحاجات دي او الاميونو هيستو كيمستري والستينز عموما، تمام، السبيشال ستينز والاميونو هيستو كيمستري دي حاجات تخص اكتر اللاب وتخص اكتر الباثولوجيست، وما اعتقدش ان هي هتبقى موضع اسئله حتى لو كانت تبقى حاجات بسيطه جدا، تمام، بس انتوا بتاخدوا فكره عنها. طيب ايه هو الديجيتال باثولوجي او التلي باثولوجي؟ التلي باثولوجي ده معناها دي حاجه ادفانسد شويه يا شباب، معناها ان انت تمارس الباثولوجي عن بعد، ان يبقى في معامل مثلا زي بره مصر او كذا، تبعت لهم الريسيرشز، تبعت لهم الدياجنوزز بتاعك وتبعت لهم الداتا والايمجز وكده، وهم يبعتوا لك التشخيص. طبعا دي حاجه هتبقى قدام يعني افضل بكتير من دلوقتي، بس هم لسه دي حاجات تحت الدراسه يعني، وما بتبقاش يعني حاليا بتديك الديفينت دايجنوزز يعني وذاوت السبيسمن ذات نفسها. فهي يعني فكره موجوده، تمام، زي ما قلت لكم ان انت بتبراكتس الباثولوجي فروم ديستانس او ريموت كنترولينج، يعني اللي هو التحكم عن بعد، تمام، ان انت باي ان انت بتعمل سكاننج للديزايرد ايمج اند بيرفورمينج الابوف اوبريشن ان ذوس ايمج، تمام، في ديستانت لوكيشن، في اماكن بعيده، تمام. ايه تاني؟ السيرجيكال باثولوجي ريبورت بقى هو ده اللي لما الكلينيشن بقى يستلم الريبورت اللي بعته الباثولوجيست، خلاص الباثولوجيست وصل لديفينيت دايجنوزز وخلص، وبعد كده قام عمل ريبورت بعته للبيشنت، بعته للبيشنت او بعته للكلينيشن. طيب الريبورت ده المفروض يبقى فيه كذا يعني كذا سيريز او كذا في كذا يعني ايه في ايضاحات كتير، صح؟ المفروض هو بيكون مكون من ايه؟ بيكون مكون من 5 فيلدز، تمام، كل فيلد في الريبورت اللي بعده للدكتور اللي بعته الباثولوجيست للدكتور بيكون بيوصف حاجه، حلو. اول فيلد ده المفروض بيبقى فيه معلومات البيشنت والهيستوري بتاعه والكلينيكال داتا، حلو، بيبقى فيه ديسكريبشن للكروس سبيسمين، يعني بيبقى فيه ديسكريبشن شامل للسبيسمين او للعينه، بيبقى فيه السكس والايج والسيمبتومز والسيرجيكال فايندينجز للبيشنت، وبيبقى في نوع السيرجري اللي اتعملت، البيوبسي يعني اللي اتعمل، وهل في بيوبسيز اتاخدت للبيشنت ده قبل كده ولا لا، حلو. سكند فيلد في الريبورت بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه بقى مور ديتيلز، يعني بيبقى فيه جروس ديتيلز او كومبليت ديسكريبشن للسبيسمنت، تمام، وبيبقى وصف دقيق وشارح شرح دقيق، تمام. ليه؟ لان يعني الديسكريبشن ده او الريبورت ده هو الوحيد اللي هيفضل لو العينه ضاعت، يعني لو العينه ضاعت والصور ضاعت بتاعت العينه خلاص وراحت، خلاص حصل لها ديسكاردنج يعني ضاعت، تمام،
الصور بتاعت العينه بعد فتره ضاعت، او يعني مش شرط بعد فتره، يعني في وقتها ضاعت الصور، ضاعت والمعلومات والصور ضاعت تمام، والعينه ذات نفسها ضاعت تمام، مش هيفضل غير الديسكريبشن. فده جزء مهم اللي هو السكند فيلد، ده مكتوب فيه الديسكريبشن ديفينيتلي، او مكتوب فيه تفاصيل اكتر عن ديسكريبشن تمام. طيب تالت فيلد مكتوب فيه الميكروسكوبيك فيتشرز، وده جزء اختياري ومش شرط يتكتب، ممكن ما يتكتبش، لان انت مش هتبقى مهتم ان تعرف ايه الابنورمال سيلز دي حصل فيها ايه، او ايه نوع الخلايا اللي موجوده هنا وهكذا، انت بتبقى عايز ديفينيت دايجنوزز تمام. وطبعا هو لما بكتب الميكروسكوبيكال فيتشرز ببقى كاتبها ان شورت او ان بريف تمام، يعني كده نقط كده ان بريف، فساعات بيكتبوها وساعات ما بيكتبوهاش. اهم جزء بقى انت عايزه هو الفورس فيلد ده، ليه يا دكتور؟ لان ده اللي بيكون مكتوب فيه الدياجنوزز، تشخيص بقى النهائي بتاع الباثولوجيست تمام، وده بيبقى مقسوم لتو سيبريت فيلدز، مقسوم لخانتين تمام. بيبقى اول بارت منه تمام بيبقى فيه الاورجن اللي اتاخد منه العينه، وبيبقى فيه السبيسيفيك سايت اللي احنا خدنا منه العينه حلو، او الاورجن اللي احنا خدنا منه العينه. سكند بارت ده بيديك الدياجنوزز بقى، يعني ايه اللي موجود، ده سيست ولا ليجن، ايا كان نوعه، تيومر مثلا، ايا كان حلو. يبقى اول بارت نكتب فيه خدنا مثلا العينه من البون تمام، والسايت اللي احنا خدنا منه، يعني الاورجن هو البون والسايت هو الفيومر حلو، وفي البيوبسي. النوع بقى تاني بارت بنكتب فيه الدياجنوزز بتاعنا حلو، الدياجنوز بتاعنا او الديفينيتلي دياجنوز ان اللي عنده ده اوستيوساركوم حلو، ان البيشنت عنده اوستيوساركوم، فده الديفينيت دياجنوز. دي طريقه، وده اهم فيلد قلنا، ودي طريقه كتابه الفيلد ده. اخر فيلد وهو الفيلد وده اوبشنال تمام، وده مكتوب فيه اي كومنت عايز يكتبه بقى الباثولوجيست للدكتور، مثلا يكتب ان ديفرنشال دايجنوز، يعني مثلا لو ما كانش اوستيوساركوما كان ممكن يبقى ايه، بيكتب كذا كذا ديفرنشال دايجنوز، واي كومنت عايز يكتبه للدكتور، ممكن طريقه العلاج ايه مثلا حلو. وممكن، وده طبعا اختياري يا شباب، ده اوبشنال برضو، ان هو ممكن يكتب كومنت او ممكن ما يكتبش، ممكن ما يكتبش ديفرنشال دايجنوز مش عايز مثلا، ممكن يكتب لك البروجنوز يعني الحاله دي سيئه ممكن تتعالج ولا لا، او يكتب لك التريتمنت بتاعها صح. وطبعا في الاخر بيبقى مكتوب النيم اوف الباثولوجيست اللي عمل البروسيجر دي، وممكن يبقى مكتوب معاهم الفاينل دايجنوز برضه. كده نكون خلصنا محاضره، اول محاضره اللي هي البيوبسي. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس انا عايز تبقوا فاهمين الباراجراف كله، حتى لو في حاجات مثلا مش هيجي فيها اسئله كتير، بس لازم تبقوا فاهمينها حتى واخدين فكره عنها. انا هتعب مش مشكله، اهم حاجه انتوا تبقوا واصلكوا القصه كلها، واتمنى تكون يعني اكون فدتكم قدر المستطاع. شكرا.